سهلا نور يا فندم، اهلا وسهلا، ازيك كابتن مدحت؟ يا رب يخليك يا محسن بيه ورب تكون بخير. الله يخليك بخير والله الحمد لله. يعني خرجت تصريحات زي ما حضرتك عارف انه ربما كابتن عماد النحاس كان نجم كبير في النادي الاهلي، المقاول العرب بيلعب مباراه تحصيل حاصل، ومن ثم ربما يكون هناك اتجاه، مش عايز اقول كلمه تفويض دي صعبه شويه، لكن اقول ايه، الفرقه مريحه. اطلاقا الفرقه مش مريحه، الفرقه بتتدرب ماتش من ضمن ماتشات الموسم، الحمد لله قدمنا موسم كويس، الكابتن عماد الحقيقه غير شكل الفرقه وخلاها شكل، يعني الحمد لله في الموسم ده قدرنا نعمل شكل مميز لفرقتنا في هذا الموسم. جدا جدا جدا. وكان كنا نطمع طبعا في المربع الذهبي، بس يعني ربنا اراد كده، انما الحمد لله احنا بنحاول نجتهد وان شاء الله نبقى تحت الخامس تحت الرابع بنقطه واحده ربنا يسهل. في حاله الفوز يعني ان شاء الله. يعني طب تعلق على ايه حضرتك الكلام اللي اتقال انه المباراه ممكن تفوتها وكذا وكذا؟ طبعا انا يعني مش عايز اقول ان خان التوفيق السيد المستشار في هذا اللفظ وهذا الشكل، لان احنا نادي محترم جدا، بنحترم نفسنا اولا وبنحترم جميع النوادي، وان احنا لا يمكن ابدا ان نادي المقاولين العرب بالذات يتقال عليه اللفظ ده، يعني سيادة المستشار خان التوفيق الحقيقه في اللفظ ده، لان لا محسن صلاح ولا المقاولين العرب ابدا يتقال عليها اللفظ ده.